تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، موسيقارنا محمد عبد الوهاب في بداياته أول ما ابتدينا أول شيء سمعناه له يمكن كان قصيدة مسجلة على اسطوانة من الاسطوانات القديمة قوي، كان اسمها وإلهما حيلتي وإلهما عملي، وكانت إحدى قصائد الشيخ سلام حجازي. القصيدة دي مسجلة وهو صوته لم يدرك البلوغ بعد، كان لسه طفل، كان لسه صبي ما بلغش يعني إذا نقول كان عنده ما بين 8 سنين ل 12 سنة، والاسطوانة مسجلة في المنطقة ما بين سنة 6 لسنة 8، 1906 ل 1908. يبقى إذا دي بدايات عبد الوهاب المسجلة على أقل تقدير، وده بيوحي بإيه؟ بيوحي بإنه ابتدى من مطرح معاصره كان موجود. كمل عبد الوهاب في المنطقة المعاصرة له، فضل مكمل، يعني هتلاقوا له طبعا معروف إنه المنطقة قبل سنة 19 وقبل إرهاصة سيد درويش وثورته كان هناك أغاني من اللي ممكن تسميتها أغاني الحرب. كانت الحرب العالمية وقتها شغالة من سنة 14، وكان في هبوط عام في الأغنية، كانت برضو الأغنية المطلوبة هي الأغنية السلسة، هي الأغنية اللي بتتكلم باستخفاف وبتخفف من كل أعباء وضرورات الشعر وأقول إيه ما يجب وما لا يجب مما يراقبه ويراعيه الذوق العام. مشي شوية موسيقارنا في هذا الاتجاه، الأغاني الخفيفة المتخففة. مثلا هنلاقي له إن كنت تفتكري ولا تنسي، أنا مش بحبك بحب نفسي. هنلاقي له صوتي كمانجا وحب المانجا. هنلاقي له الله يجازيك يا ودانية. في كام غنوة كده توري إنه لسه ما كانش خد طريقه، لسه ما كانش عرف سكته. لكن جنبا الى جنب مع دول وبعدهم برضو على طول هنلاقي المواويل في تقديري تعتبر اول اشارة حقيقية الى ان هناك علامة من اخطر العلامات في موسيقانا الشرقية قادمة. يعني المواويل هي اللي رفع بيها عبد الوهاب الراية وقال أنا جاي، في شيء هام جدا هيحصل، ارتقبوا، انتظروا، خلوا بالكم. ليه؟ من مواويل عبد الوهاب نقدر نقول سوا إيه المسألة؟ المواويل والقصايد الحقيقة برضو، وبعدها جت طبعا طريقة تناوله للأدوار وتطويرها إلى آخره، لكن بما إن الحلقة دي عن المواويل فتعالوا نقول ليه كانت المواويل هي الإشارة لقدوم شيء مهم، حدث مهم، تركيبة مهمة ومختلفة اسمها محمد عبد الوهاب. هنبتدي بموال اسمه مال الفؤاد ده ومال الحلو له هاجر. الحقيقة أصدقائي تتبع الموال وتقصيه
امر في منتهى الصعوبه ان الواحد يقول ده جه من هنا وراح هنا وجه من هنا وراح هنا وعمل الحركه الفلانيه، وبتزداد هذه الصعوبه اضعاف لما بيبقى اللي بيقول الموال محمد عبد الوهاب. ليه؟ هو بيقبض بايد من حديد، يعني بايد مسيطره جدا على ناصيتي الانسان، على عقله وعلى عاطفته. يعني انا وانا بسمعه كموسيقي متخصص بلاقي مليون فكره تسيطر سيطره مطلقه على عقلي، واقعد اقول ايه ده، جابها ازاي، عملها ازاي دي، يعني ازاي خطرت في باله لحظه ما كان بيغني بلا اعداد مسبق. ولما بقول بلا اعداد مسبق اقول لكم الدليل على كده انه مثلا عندنا موال في البحر لم فتكم الشهير، ده متغني مرتين، مره على اسطوانه ومره في الفيلم بتاع دموع الحب. المرتين فيهم اختلافات كثيره جدا عن بعضهم، يعني واضح انه كان بيسيب نفسه يعوم ويقول زي ما هو عاوز. طيب اذا هناك فكر وهناك خبرة، الخبرة هي اللي بتلعب مع العاطفة طبعا، بالتأكيد يعرف امتى يقول حتة حراقة تستتبع ان الناس اللي بتسمعه تقول الله او تقول او تمصمص يعني هنا هو قابض على الناحيتين دول، وده هيبان لكم من ايه؟ هيبان لكم من نفس الموسيقيين اللي بيعزفوا معاه، هتلاقي الموسيقيين بيعطلوا كتير قوي منه، ما بيعرفوش يقولوا ايه، صعب التتبع جدا لانه صاحب فكر مستقل، لانه مش بيقول تا لا لا يبقى اللي بعدها تا لا لا واللي بعدها تا را را وهكذا، يعني بيزود حرف او ينقص حرف، لا ده بيغير فكرة في وسط السكة قد لا تخطر على بالك كمستمع، مش قد، المؤكد انها لن تخطر على بالك كمستمع الا لما تسمعها منه. تعالوا الاول نبص على كلام الموال علشان لو لقينا فيه اي حاجة تستحق المتابعة. الموال بيقول مال الفؤاد ده ومال الحلو له هاجر، هو العزول علمه وعتيه وانا صابر، يا قلبي صبرك عليه اياك يكون فاكر، حسن المودة وتلاويع المتيم فيه يمكن يجد له بنظرة تشرح الخاطر. طيب موال خمس شطرات اهو، اخرهم قفلة ار، يعني الحلو له هاجر عتيه وانا صابر، القفلة تشرح الخاطر. هنلاقي الاختلاف بدءا من الشطرة الرابعة او في الشطرة الرابعة اللي هي حسن المودة وتلاويع المتيم فيه، هتلاقوا فيه طبعا ما هياش ار، يعني هياش خاطر صابر الى اخره يعني، وبعدين بيعود في الشطر الخامس. ما هو الخماسي الشطر الرابعة هي اللي مختلفة القافية والروية بالتالي. طيب نشوف ايه هو العزول علمه عتيه، التيه الدلع الدلال الغندرة، يعني هو العزول علمه يتقل عليا يعني ولا ايه بالظبط، دي واحدة. حسن المودة وتلاويع، تلاويع المتيم فيه، تلويع واحد بيلوع واحد، واحد بيلوعه يعني بمخمضه وبيجيبه كده وبيجيبه كده، يعني ما بياخدش منه كلمة، يعني موال سهل جدا في ككلمات. وهتلاقوا انه في من الالفاظ ما يهدهد ويلاغي مشاعر الناس في وقتها، حكاية التلويع دي والعزول والصبر الى اخره، في من يعني الحكمة يجب ان تبدو داخل موالنا المصرية، علشان نحبها ونكيف منها ونسلطن لازم نحس انه صاحب الموال او من يقوله بيقول حاجات على الجرح او على الوجيعة يعني، وهذا الموال منهم، يعني هتلاقوا الكلام ده يلعب على عواطف الناس في هذه الفترة. طيب جميل، الموال من مقام السيكة، بنبدأ بقانون، القانون واضح ان صوته من الاوانين القديمه طبعا، خلاص يعني واضح ان الموال ده من اوائل المواويل اللي قالها استاذ عبد الوهاب في اواخر العقد الثاني من القرن ده او اوائل العشرينات على اقصى تقدير يعني. هنلاقي قانون صوته من الاوانين القديمه، القانون طبعا ادخل عليه تعديلات كتير من ساعه ما اتعمل، من اهمها العرب اللي هي بقت تخليه ينقل انصاص الاتوان، كانوا زمان يعفق، كان زمان يضطر يدوس على الوتر علشان يقصروا او بالمسافه اللي هو محتاجها عشان يقصروا الى الدرجه اللي هو محتاجها، فكان عشان يعمل مثلا نص طن كان يدوس على الوتر من اخره ناحيه الشمال، يدوس عليه علشان يقصر طول الوتر، فبالتالي النغمه تحتد
نص تون. دلوقتي بقت مكنه او بقت العرب، ما يسمونه بالعرب في القانون، العازف بيخبط حاجه بصباعه يرفعها او ينزلها بالدرجه اللي هو عاوزها، تعمل له نص تون، تعمل له ربع تون، تعمل له زي ما هو عاوز. بنبتدي بتقسيمه القانون. بيبدا الاستاذ عبد الوهاب بالليالي، بيقول يا ليل، بيبان على طول من اول ما يقول اول يا ليل انه الراجل ده مختلف على طول. تناوله لمقام السيكا صعودا وهبوطا، استعراضه لصوته في الثواني الاولى من الموال، بيبان على طول انه ده مختلف. بيبتدي بعد الليالي مال الفؤاد ده من السيكا برضو، هو العزول بيقولها في تاني مرة، هنلاقيه غير راح راست. انا بقول لكم ليه، ما انا بقول لكم مش بس للتتبع، لكن بقول لكم عشان تعرفوا بيفكر ازاي، يعني بيتحرك ازاي. بعد كده يا قلبي صبرك، يا قلبي صبرك دي حكاية لوحدها بقى، دي بتتقال يجي 5-6 مرات. تعال نحسبهم سوا، يا قلبي صبرك الاولى سيكا، وانا بقول سيكا ليه، بيبقى واقف على اساس المقام، يعني السيكا اللي هي المي بتبتدي من المي وبتنتهي في المي، ف يقوم واقف على حتة من أسس مقام السيكا، يعني ما يقف على المي يبقى خلاص هو في السيكا. إذا الأولى سيكا، الثانية بياتي ونفسي قلبي صبرك، راح مغير النغمة وراح لمقام البياتي، وقف على درجة الصول وغير في علامات التحويل بقى في مقام تاني. التالتة مباشرة يا قلبي صبرك التالتة راح واقف على الراس. الرابعة بقى قام عامل حركة ما تتفهمش. إزاي ما تتفهمش؟ مقام السيكا إذا قلنا المي ده خاسس ربع تون، راح مخلق منه نهاوند، يعني كل النهاوند المقام الغربي ده خسسه ربع تون، بقى نهاوند من على درجة السيكا، وارتد في الاخر لمقام السيكا في نفسي يا قلبي صبرك. راعوا، خلوا بالكم من رابع يا قلبي صبرك دي، يا قلبي صبرك الخمسة سيكا، يعني اذا في يا قلبي صبرك لوحدها خد سيكا وبياتي وراست ونهاوند وسيكا في واحدة، وسيكا خلاص في الخمسة. حسن المودة وتلاويع المتيم فيه بنلاقيه راح برضو للبياتي مرة تانية، وبعدين بيقفل سيكا وبيقفل الموال كله بكمانجاية بتكمل الاسطوانة من باب تكميل الوقت. في الحقيقة من الموال ده حيبان مباشرة انه فعلا هناك شيء هام حدث على وشك أن يحتضن الموسيقى العربية ويؤثر فيها تأثير كلي وجزئي. أصدقائي المستمعين، مع محمد عبد الوهاب وموال مال الفؤاد. أستاذ محمد عبد الوهاب. ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي. Thank you.
قلبي صبرك قلبي صبرك قلبي صبرك قلبي صبرك عليه يكون فاكر حسن المودة وتلاوي المتيم فيه حسن المودة وتلاوي سيمشي حسن المواد وتلاويع المتيم فيه أصدقائي المستمعين، الموال الثاني اللي هنسمعه لعله يكون أسبق تاريخا من الموال الأول. ليه بقول كده؟ لأنه واضح تأثر موسيقار الأجيال بما كان سائد في عصره أكتر. يعني هنا تحسه بأداء مطربين سبقوه قبله، يعني مثلا تحسه بصالح عبد الحي، تحسه عبد الحي حلمي، تحسه بيوسف المنيلاوي، تحسه بالمدارس السابقة، وتحسه انه ميزانه في الحركة على العاطفة او يعني تأثير على العاطفة اعلى من اهتمامه بحركات عقلية بتنقيل مقامات بخلق جمل الى اخره. يعني الموال ده اسهل بكتير. الموال جاي، انا ما قلتش صحيح اسمه ايه على فكرة، موال اسمه النبي حبيبك ما تحرمش الفؤاد منك. إذن تحسوا ببساطة أكتر، زي ما قلنا تركيز على جذب الانتباه عن طريق الحركات الصوتية اللي تخلي المستمع يقول الله أو يمصمص زي ما قلنا قبل كده. مش هقول خالي من الأفكار اللحنية، لكن لا أقل من هذه الناحية من سابقه ومن يمكن اللي هنسمعهم بعد كده، لكن اغنى في اللعب الجماهيري، يعني اغنى في حركات السلطنه والادوات ادوات الزخرفه المختلفه، يعني عرب وحركات صوتيه وصعود وهبوط وقفزات وكده، موجود في ده، في الموال ده كتير. الموال على فكره زي الموال السابق، زي موال مال الفؤاد، يعني خماسي، الشطرة الرابعة بس هي اللي بتختلف. الكلام ما فيهوش أي صعوبة، بيقول النبي حبيبك ما تحرمش الفؤاد منك وتشفي قلبي المتيم، ده الدواء عندك، المتيم يعني اللي بيحبك، يكفى عذابي ويكفى إن أنا عبدك، ما أنش لسه الأوان بالقرب يا روحي، ده البعد مهما يطول ماليش غنى عنك. زي ما شوفنا خماسي التركيب، زي اخوه بالظبط، زي اللي فات، نفس التفعيله حتى، مستفعل فاعل مستفعل فاعل،
نفس الشكل القافية والروي في الشطرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة، والاختلاف في الرابعة، مفيش صعوبة في الكلمات. وبرضو زي ما اتفقنا الدواء عندك وتشفي قلبي، الكلمات اللي تيجي على وجيعة المستمع. يعني هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ انه الموال من مقام الرصد، وهو المقام الرئيسي في السلم الشرقي، يكافئ المجير عند الغربيين. يعني هو دو مجير الحقيقة بالضبط، مع بعض التعديلات في علامات التحويل. يعني المي بتنزل بتبقى ربع تون، بتنزل ربع تون، يعني بتبقى تلات اربع تون ما بينه وبين الري. سي بتنزل كمان، مش اكتر من كده. بيعتبر السلم الرئيسي مجاور وملاصق لكم كبير جدا من اجناس المقامات المختلفة او من المقامات المختلفة. هنا مش هنلاقي تغيير مقامات كتير. هنلاقي اول تغيير يقابلنا عند كلمة ما انش لسه الاوان، هنلاقيه قلب على صبا. صبا الله، صبا اصلا من درجة الري، وزي ما احنا عارفين هو مقام حزين، لكن لما يبقى من المغني بيغني من الرصد فيبقى الاقرب انه الجنس الملاصق او القريب له انه ينقل على درجة الله، ما يبقاش صبا من الري، يبقى صبا من الله، يعني يبدأ في الله وينتهي في الله. عندما ما انش لسه الاوان في تغيير صبا، وبعدين في رجوع تاني لمقام الرصد. هتلاقوا من الناحية العقلية التلحينية بالتأكيد ما هواش بنفس نضج الموال السابق. من مواويل عبد الوهاب بنقدر نحكم على درجة نضجه جدا في الفترات المختلفة. إذن موال بسيط، مليان حركات صوتية، مليان عرب، مليان صعود وهبوط، بيستعرض فيه إمكانياته، في تدفق وفي شباب وفي حيوية كده في الأداء. هنلاحظ إيه كمان؟ هنلاحظ المطيباتي، ده مهم جدا. مين المطيباتي؟ المطيباتي كان بيجي مع المطرب يحمي القعدة، اللي هتلاقوه بيقول الله ويا عيني وآه وحاجات كده. كانوا المطيباتية دول في وقت من الأوقات ليهم شنة ورنة وصيت قوي جدا. وكان مثلا مشهور فلان مطيباتي عبد الوهاب، فلان مطيباتي صالح عبد الحي، فلان مطيباتي أم كلثوم إلى آخره. ده كان مفروض يقوم أو بيقوم بدور الجمهور اللي بيستمع الى المطرب اللي بيغني. الجمهور ده داخل الاسطوانه، يعني بيقول اه او الله او الى اخره، يعني الفاظ الاستحسان المختلفه مكان الجمهور اللي بيسمع الاسطوانه، وبيسخن المطرب بالتالي. يعني المطرب اما بيلاقي حد بيقول له الله بالتاكيد بيجيد اكثر ويبدع اكثر. هتلاقوا المطيباتي شخصيه واضحه في اغاني عبد الوهاب القديمه، مواويله وقصائده وادواره، وحتى اغاني تقطيقه، يعني اللي هي الاغاني القصيره بتاعته. أصدقائي المستمعين، مع موال النبي حبيبك ومحمد عبد الوهاب. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا Yeah.
في حبيبك ما تحرمش الفؤاد منك.
أصدقائي المستمعين، من أحلى المواويل اللي قالها موسيقار الأجيال وأكثرها نضجاً موال اسمه اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله. تعالوا نبص برضو للكلام بسرعة شديدة كده. يعني الموال بيقول اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله، اسمتك جت كده تقدر تقول أسلاه، أسلاه يعني أنساه أو أسيبه، ما قلتلك فضها هددتني بالآه، يا ترى أنصحك ولا أتركك مجروح، القدر شاف كده جوه الفؤاد ولا. برضو إذن الكلام نفس نوعية الكلام السابق، ولو أنه يعني مش يعني في شوية قصور صغيرة الحقيقة في كلام الموال أو في المغنى على أقل تقدير، لكن يعني مش فارق قوي، لأنه هو معتمد على روحه، معتمد على قدرته الشخصية الفذة على الارتجال. طيب برضو بنرجع نقول أنه الكلام يبدو على المواجع، يعني زي ما انتم شايفين كده، اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله، واتخذت وصارت مثلا بعد كده. يعني كثير من المواويل بيعتمد على اللعبة دي، يعني مثلا عند الأستاذ عبد الوهاب في اللي راح راح يا قلبي، في اللي انكتب على الجبين لازم تشوفوا العين، في البر في البحر لم فتكم في البر فتوني، بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتوني، كلها تبدو أشياء حكيمة وقد تعتمد على أمثلة شعبية. إذن عندنا اللي راح راح يا قلبي شكوتك لله، أدي على المواجع هي على طول، البتاع ولا تركك مجروح برضو طبعا على المواجع، جوه الفؤاد ولا، ولا يعني حكمه، يعني خلاه ملك على هذا الفؤاد. طيب نشوف بقى التنفيذ. التنفيذ هنا الاثنين موسيقيين اللي بيلعبوا، هو دايما الاستاذ عبد الوهاب كان بيعمل ايه، كان بيجيب القانون وبيجيب الكمانجا او الناي، لكن في معظم الاحوال الكمانجا. هنا العازفين اللي بيلعبوا علي الرشيدي على القانون وسامي الشوى امير الكمان في وقته، هو اللي كان بيعزف الكمانجا. على فكره يعني صوت الكمانجا بتاعت سامي الشوى ما كانش كده بالظبط، يعني زي ما احنا بنسمعه نخنفه قريب للربابه، لا واضح انه الراجل كان فاهم وبيترجم صح. يعني ايه يترجم؟ يعني بيقول ورا المطرب، واضح انه حظه وحش انه دي التسجيلات في عصره، ده كان قدرة التسجيل في وقته. كان دايما الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه كان دايما يقول كده، كان دايما يقول بخت هذا الجيل حلو في التسجيل، فإنه عندهم إمكانيات تسجيل كويسة. المهم نرجع تاني للموال بتاعنا. الموال من مقام الزنجران، تقسيمة قانون وليالي سلطانة لمقام الزنجران، بيسلطن نفسه يعني. من تاني ليل، من تاني ليل يعني بعد ما بيخلص الدفعة الأولى من يا ليل، احنا نقدر نقول الباراجراف الاول او المقطع الاول من يا ليل، من المقطع الثاني او الباراجراف الثاني بيبتدي عبد الوهاب يكشر عن انيابه، بيبتدي يبان فكره الشخصي بقى، ويبتدي يجرنا معاه، يطبطب علينا ويخبطنا في الحيطة ويخبطنا في السقف وفي الارض، ويقعدنا على حجره وينيمنا ويهدهدنا ويدلعنا ويسلطن، يعمل فينا كل اللي بيعوز يعمله بمنتهى الاقتدار والتماكن. لو قلنا الزنجران مقام المقامات الشرقية الجميلة او الحقيقة، هو مقام نصه مجير او عجم يعني، ونصه حجاز، يعني جمع النصين دول العجم والحجاز، بيقفل الحجاز يعني نصه الاسفل حجاز ونصه الاعلى عجم، بيليل زنجران وبعدين بيخش اللي راح راح يا قلبي من الصبا، طبعا علشان حزن الصبا يتفاعل مع اللي راح راح، كلمة اللي راح راح يعني. بعد كده بنلاقي بيخش بينا مقام بياتي الدو في حتة تقدر تقول أسلا، خلوا بالكوا بقى من تقدر تقول أسلا دي بالذات، لأنه بيلف فيها ثلاث مقامات، بيروح بياتي وبيروح حجاز وبيروح حجاز كاركورد في دفعة واحدة برضو يعني. ما قلت لك فضها، بيروح بياتي وبيرجع تاني للزنجران، وبعدين بقى بنوصل للكارثة، هددتني بالآه، فجأة بينتقل إلى مقام مخالف خالص لكن بيمهد له بنعومة جميلة جدا، ما اللي هي هددتني بالآه، وهتلاحظوا الآه طويلة جدا دي، بيروح على اللام منير، مقام تاني خالص ما تصوروش إنه ممكن يروح له، وبعدين بيرجع تاني عن طريق الجركة أو الفاماجير يعني، وبعدين بيقفل
بالزنجران زي ما ابتدى. هتلاحظوا الحوسة اللي الموسيقيين فيها وليهم حق الحقيقة، لانه صعب تتبعه، صعب التنبؤ باللي هو بيفكر فيه في الحقيقة. اصدقائي المستمعين، مع اللي راح راح يا قلبي ومحمد عبد الوهاب. قلت لك
وديتني بالله ولا تركف مجروح الأبر شك إلى جوه الفؤاد ولا وفات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم انه معادنا بإذن الله الاسبوع الجاي زي النهاردة وقبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي مع تحيات دولة أبو الفتوح.